إن المناسبة ليست احتفالا من أجل تبادل التهاني والشكر بقدر ما هي محطة بالغة الأهمية لنتدارس فيها جميعا ماذا حققناه في 100 عام لقضايا التعليم. نتبادل وجهات النظر بكل روح وطنية ومسؤولية عن مكان الخلل والضعف. إن من على المستوى المعياري من خلال تقييم واقعي وعقلاني للترسنة القانونية والتنظيمية للتعليم، وإن على المستوى المؤسساتي الهيكلي بتقييم دقيق لكافة البنيات وأدوار الفاعلين والمتدخلين في مجال التعليم وإعداد التراب الوطني بهدف تطوير ما يمكن تطويره وتدعيم ما يمكن المحافظة عليه، آخذين بعين اعتبار التحولات العميقة التي عرفتها بلادنا في العقود الماضية والتغيرات التي عرفها العالم على جميع المستويات للاستفادة من عناصر قواتنا وتقويم مكان الخلل والضعف وفق مقاربة تشاركية منفتحة على التجارب الدولية في هذا المجال ومحافظة على الخصوصية المغربية في نفس الوقت. وفي هذا السياق لا بد من الإقرار بأن القاعدة القانونية المعمول بها خلال قرن من الزمان في مادة التعمير قد ساهمت رغم بعض مظاهر القصور التي شابتها في تحقيق تراكم حقيقي وملموس من المكتسبات. إن اختيار مدينة قنيطرة للمشاركة في الأنشطة المخللة للذكرى المئوية لصدور أول قانون للتعمير ببلادنا لم يكن بمحض الصدفة، بل له دلالة خاصة. فمدينة قنيطرة نموذجا للمدن الحديثة التي أنشئت وتطورت في ظل المنظومة السائدة خلال القرن المنصرم، فهي حقل مناسب لتقييم السياسات والممارسات العمومية في ميدان التعمير والإنتاج المعماري وخلال هذه الفترة. بالإضافة إلى ذلك فهي مدعوة بحكم موقعها الجغرافي المتميز. أعرب عن تشكراتي الخالصة لكل من ساهم في تنظيم ونجاح هذه التظاهرة الهامة، منوهة بانخراط مختلف الفاعلين الجهويين والمحليين في إجرائها. أغتنم هذه الفرصة للتأكيد على خصوصيات إعداد هذا اللقاء الذي حرصنا على انخراط مختلف مكونات المدينة من أطفال مدارس وطلبة وجامعيين وباحثين ومهنيين ومجتمع مدني وصحافة، لجعل هذا الملتقى مناسبة ليست فقط للتقييم الأكاديمي لقضايا التعمير بالمدينة، ولكن أيضا مناسبة للاحتفال الجماعي لتعزيز الشعور بالانتماء لهذه المدينة، لهذه الجهة، واستشراف غد أفضل للجهة عماده جميعاً لتنمية مدينتنا ولتنمية جهتنا. بحيث عرفت هذه السنوات الأخيرة تحولات عميقة على المستوى الديمغرافي والاقتصادي والمجالي، ولعل من بين سماتها برمجة وإنجاز مشاريع هيكلية استراتيجية ذات إشعاع وطني بهذا المجال كالمحطة الصناعية المندمجة ومشروع الخط السككي فائق السرعة ومشروع المحطة السياحية لمهدية، ناهيك عن المشروع المستقبلي للميناء الأطلسي ومشروع تحويل الميناء النهري إلى ميناء ترفيهي.